وحنا باقيين شادين معكم الصون وباقي لانفيتي الرقيقي معنا لحسن ابرامي. خويا ابرامي تعقل على الاغاني ديال التسعينات في التيران؟ تعقل على داك الديسك شالالالا وي كانوا هذاك ولكن ما كانوش شي حاجه اللي كان باينه. كانوا كان الديسك اللي باين والوداد والوداد صح ماشي اللي كان والوداد الى العباد ناري ناري. كانوا دايرين خارجين على الراي كان كيغنيها مغني ديال الراي شي شاب من شبان الرازا كنقولوا هي رازا والوداد ويداد هادشي اللي كان. وكانوا زايا في التيران كان كلشي زايا وكانت هذيك هو خرجات بزاف أبرامي كانوا كيسميو كل عام كيسميو بسميتو بشي بحال دابا شي لعاب عالمي كيبداو يعيطوا عليه مثلا شنو سميتك أبرامي؟ كانوا كيقولوا لي كومان هولندي كومان هولندي الزعورية لا ماشي الزعورية لا ما زعرش أنا مع الخضورية ديال العينين حيت كنشوف فيهم تبارك الله مزيان هذاك الشيء اللي عاد يمكن قالوها ماشي البوست الربعة وكنت كندير ربعة وكان كانوا بزاف د الحوايج كانوا كيديروا بحال دابا سكوما كانوا كيقولوا روماريو فهمتي كل واحد كيشي كل واحد واش كي زكريا راه كان سمي انيستا في دربهم زكريا هو اللي خرجت عليه زكريا راسك مونيطا والله الا مزيان مزيان راه مزيان والله العظيم برافو احسن الوغ الحسن خويا ملي تطورات ودخلوا لي زولترا ولا تدياس كيتبدلوا مثلا كيغنيو على اغنيه فيها تاريخ الوداد تاريخ كيغنيو حتى على ديسك اللي ضد الشغب بيان سور هذاك الديسك تاع دموع المهمات هذاك الشيء غادي نستقبلوا دابا معنا في كل تصفيق وديك الامبيونس ديالنا معنا وليد ونديم. وليد مرحبا بك. الله يبارك فيك شرف لينا نكونوا معكم هنا وخصوصا مع اللاعب الكبير ابرامي اللي حنا كوداديين كنفتخروا به. حنا تاعنا متبعينكم في لي ريزو سوسيو الله يبارك فيك وكنشوفوا تبارك الله اول مره غادي نشوفوا الستيل ديال لولترا بهذا الفيلينغ ديال القانون خصوصا يعني بصح يعني اصلا القانون كآلة يعني ما معروفاش يعني قليل فين كتلقى الشباب يعني كيديروا آلة القانون بصح والآلة القانون يعني ما بقاتش كيف ما كانت تعرفات سابقا يعني تطورات يعني اي حاجه تطوروا يعني احنا غاديين نتطوروا وتنتعلموا حوايج يعني في التركيين دخلوا على دي تكنيك اللي ولات تقدر تلعب يعني ما بقاتش في داك النطاق ديال الطرب توسعات المجال ديال يعني تقدر وليتي كتلعب بها يعني الاغاني العصريه حيت يعني ليبوك تبدلات حيت حنا كشباب غادي تمشي للجيتار غتمشي للبيانو شكون اللي خلاكم تمشيو للقانون والعود حيت معك خوك اللي انت اكبر منه بعامين ياك نديم وهو كيعزف على العود مزيان هذا كيعزف ما فهمتش حيت فاش كتجي العود بحال كتحتارمو لا تقول غيضرب اش يضرب كيعزف مزيان با ابراهيم سكت كيعزف ونعزف لا حيت كتقدر كيلعب بالجيتار كتجي كتقولش كيعزف الجيتار لا كيلعب بلا باتري تقول هذا شوف كتقول كيلعب باتري كيلعب جيتار ما كتقولش كيعزف جيتار فهمتي الا قلتي كيعزف جيتار كتحس براسك لابس نظاظر وديك بابيو كتقول لا 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 ابراهيم وليد الوالدين ديالكم اللي اثروا عليكم بجوج باش تمشيوا هذه القضيه ولا لا كانوا الوالدين كان الوالدين دور كبير الحمد لله بعد الله فضل من عند الله سبحانه وتعالى فكان الوالدين دور كبير صراحه فصراحة صبروا معنا بزاف يعني ماشي سهل يعني كل نهار وغالبا وصلت واحد الدرجة يعني كل نهار كنجي للكونسيرفاتوار مسكينة بابا تيجي وصلنا هادي والخدمة ديالو داك الشيء وماما تتبقى تسنانا هنا وداك الشيء وكافحوا معنا والحمد لله وصلنا لواحد دونك قريتوا موسيقى شحال من عام دابا عندنا 8 سنين تمسينا ديال الموسيقى شي زكريا تمسينا ديال القرايه حيت انا قلت لي هو تمسيوا في تحضيري لا ما بس يا دوال انا وليد شنو غادي تسمعنا نسمعوا شي ديك ديال الوداد مثلا دموع المهمات Thank you.
من الألم يولد الإبداع. مع دابا القانون حسيت بدا راسي في شي برنامج شعري. راحت ياك راحت من الألم. ما كنتش بحال ما بغيتش تشطح. راه واحد لقيت انا راه غندخل سماهان راه قبيله كيسوي على التعريجه كيديرها وكي بحال التعريجه كيسوي على التعريجه فين انا بغاوش يجيبوا لنا الشيخات. ما تتقاتل طلبتوا مع الشيخات ويلي تتقاتل شي قانون شي القانون تتعرف القانون كي جاوك الحسن كي جاوك تبارك الله فين هي الطريقه ولنا صعيب باش تلعب القانون. واحد ما دارش الموسيقى ولكن كيبان لي انا صعيب ماشي بحال بحال العود هنا كيكون صعيب هذا القانون وليد بحال بحال صعيب القانون حيت بصح اللي جينا نشوفوا هي في حقيقه يعني كاع الالات اي اله عندها الصعوبه ديالها وحيت الميثود ديال القانون ماشي هي الميثود ديال العود. دابا هو تيدير العود والقانون بجوج. اشرح لهم الميثود راه ما عرفهاش ابراهيم. ما عرفناش سميتو مول جلال مول جلال مول جلال وهكاتي دونك فهمتي كل ناسي كل انسترومون عنده الصعوبه ديالو ولكن ملي كتجي تشوف كتلقى القانون حيت عنده هاد العرب هادو باش كتشونجي المقامات هما الديفيكولتي الصعيبه اللي عنده بزاف. مي برافو برافو الله يبارك فيك. بالنسبه للناس تقدر تشغلني فيها الشاليني لا سميتو مول جلال بغا الشاليني يلاه يقدروا يديروا تقدر تدير الشاليني صعيبه صعيبه لا عيطه عيطه والله يصوب صوتي الصبالي غير نور. كتسمع الانواع الموسيقيه اللي تتسمع ليها؟ انواع لا ما عنديش مشكل في من كل بستان ورده من كل بستان ورده نقدر نسمع بحال دابا هذا القانون من كل بستان ورده. شكون ورده؟ الجزائريه الله يرحمها. شكون ورده؟ هذا واش كلكم منورين الحمد لله كلكم منورين كلكم منورين.